تالت حاجه المدارس قربت، فدايما في ستات بتفكر ايه السندوتشات بتاع الاطفال اللي ممكن نعملها من دلوقتي. في عصر كورونا احترسوا من سندوتشات اللانشون واللحوم المصنعه. ليه؟ ايام كورونا بالذات بلاش الحاجات دي، هو دايما اصلا المفروض بلاش يعني، بس الايام دي الحاجات دي هتضعف مناعه اطفالكم جدا جدا جدا. لازم نقعد ننبه على القصه دي، ما تستسهليش وتعملي سندوتشات لابنك لانشون، احنا عايزين نرفع مناعته باي شكل عشان ربنا يعديها على خير وما يبقاش فيه عدوى ولا اصابه ولا اي حاجه. اللانشون بيحتوي على نترات الصوديوم، الماده دي في منتهى الخطوره كترتها، يعني انا مش بقول ان مره لانشون هتعمل مشكله، بس الاستعمال الكتير جدا من الماده دي بالذات بيسبب مشاكل في القلب، قصور في الشرايين، بيقلل مناعه اطفالنا بطريقه كبيره جدا، بتزود فرص الاصابه بمرض السكر. الافراط الشديد في الحاجات دي ممكن يوصل لاورام سرطانيه بعيد الشر عن اولادنا كلهم. غير السعرات الحراريه العاليه في الحاجات دي بتسبب السمنه، بتسبب مشاكل حتى في قدره الطفل على الانجاب لما يكبر. كمان مادة المونو صوديوم جلوتاميت، المادة دي برضو المفروض موجودة في كل اللحوم المصنعة مش اللانشون بس، كترتها برضو أو زيادتها أو زيادة الإفراط في الحاجات دي برضو بيعمل مشاكل في خلايا المخ عند الأطفال، بيأثر حتى على قدرة استيعابهم في الفصل أو في الدراسة. غير إن احنا طبعا عارفين إن الحاجات دي بيبقى فيها بقايا ذبائح، فطبيعي مستوى التلوث بيبقى عالي جدا فيها مهما قعدنا نقول، وهم يشوفوا فيديوهات لحاجة زي كده بس برضو مصرين يستسهلوا. فبلاش استسهال، احنا عايزين نزود مناعة أطفالنا بأكبر قدر ممكن، غير الفول الصويا اللي موجود فيها وأصلا عديم الفايدة الغذائية يعني. فانت هتدي طفلك او هتشبعه بفول صويا ليه يعني؟ ما هو مفيش اي فايده ولا فيتامينات ولا معادن ولا اي حاجه هيستفيد منها. فخليكوا في الحاجات الـ 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 الصحيه لاطفالنا وبلاش الحاجات المصنعه دي. حلو.